مساء النور. اليوم استمعت لواحد التصريح ديال الدكتور جمال معطوق، اللي هو من أشرف رجال هذا الوطن، الذي يعني كينصح قانونيا كل المواطنين يعني بواحد العمل جبار يقوم به. فبخصوص أنه صرح أن الحكومة مضات على الاتفاقية ديال تبادل المعلومات بخصوص مغاربة العالم. حنا كنعرفوا الخطوره اللي كتشكل هذه، ونصح هو يا مغاربه العالم. التساؤل ديالي للدكتور جمال معطوق هو عدم دستوريه هذا الامضاء. لماذا؟ او اعطاء معلومه بخصوص مغاربه، لان كما كنشوفوا ان الدستور المملكه بان المغاربه في الوطن ديالهم فهم مغاربه يعني، وبالتالي ولو يكون مهاجر في المكان وتكون عنده تجنسية تانية فهو مغربي محط، يبقى في الوطن ديالو، لا يفقد الجنسية. فهل يجوز يعني من دولة أجنبية تجي تاخذ معلومة على مواطن مغربي؟ وهنا كيتطرح واحد التساؤل دستوري، لأنه ما يمكنش تعطي يعني في الخصوصيات ديال الأمن القومي ديال الوطن. ثانيا، يمكن هذه الاتفاقيه كتمشي على الفاسدين اللي في المغرب اللي عندهم الملايير على برا، فالمغرب يمكن هنايا تصحيح الوضع وياخذ المعلومات. كذلك الاجانب، يكون مواطن هولندي او الماني او فرنسي عنده ممتلكات، يمكن المغرب يعطي للدوله ديالو اخبار هذاك المواطن. اما بخصوص مغاربه العالم، فانا كنطرح هذا الموضوع لانه دستوريا يتعارض مع دستور المملكه. تحياتي أخوتي المغاربة، وعودة للموضوع إن شاء الله.